الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني، اليوم راح نكمل مع بعضنا الوظائف الحيوية عند الأسماك. حكينا عن وظيفة الحس وعن الحركة وعن التغذية. اليوم راح أتكلم عن التنفس. بالنسبة للتنفس، يتكون جهاز التنفس عند الأسماك من الغلاصة. ما هي الغلاصة؟ انتبهوا معي هون على الرسمة. هاي هي الغلاصة موجودة عندي تحت الغطاء الغلصمة، أقواس مثل ما أنا شايفينها، وبكون لونها أحمر لأنها تغني بالأوعية الدموية. لها دور في عملية التنفس. رح الغلاصة ذات لون أحمر لغناها بالشعيرات الدموية. يتم على سطحها التبادل الغازي، فيأخذ تأخذ عندي رح يأخذ الدم الأكسجين المنحل في الماء، وبنفس الوقت رح يطرح من خلاله غاز ثنائي أكسيد الكربون. طبعا ليخرج من تحت غطائي الغلاصة غاز ثنائي أكسيد الكربون. ويوجد في الغلاصم الأسنان الغلصمية، ولها دور في عزل المواد الطينية التي تؤثر سلبا في الخيوط الغلصمية. أنا عنا الماء بتحتوي على شوائب، بتحتوي على طين، فمين المسؤول عن عزل المواد الطينية وأخذ الأكسجين؟ هو المسؤول، هو الأسنان الغلصمية. هلأ خامسا، الوظيفة الخامسة اللي هي عملية النقل. عملية النقل مسؤول عنها الدم طبعا والقلب والأوعية الدموية. يتكون قلب السمكة من بطين وأذين وجيب وريدة وبصلي شرياني، أي يعني من جوفين فقط، واللي هن البطين والأذين. أما الجيب الوريدة والبصل الشرياني هي من ملحقات طبعا القلب. وينطلق الدم من القلب ليجري ضمن أوعية دموية إلى أنحاء الجسم، ومنها إلى الغلاصة ليتم التبادل الغازي، ثم يعود الدم إلى القلب مرة أخرى. فجهاز دوران من النمط المغلق. إذن فجهاز دوران هو من النمط المغلق، لأن الدم يجري ضمن أوعية دموية. أما بالنسبة لعملية التكاثر، الأسماك منفصلة الجنس. ما معنى كلمة منفصلة الجنس؟ أي أن جهاز التكاثر الذكري يوجد في كائن، وجهاز التكاثر الأنثوي يوجد في كائن آخر. وتضع الأنثى بيوضها ويلقي الذكر نطافه في الماء. إذا بنشوف الإلقاح هنا عندنا خارجي، أي لا يتم داخل جسم الأنثى وإنما يتم في الماء. وتتطور البيضة الملقحة إلى جنين صغير، ثم فرخ، ثم إلى سمكة بالغة. ما هي هلا بنشوف الأهمية الاقتصادية للأسماك، أو حتى الأهمية بالذات. الأهمية الاقتصادية أغلبها عبارة عن أهمية غذائية. للأسماك أهمية كبيرة في حياة الإنسان لاحتوائها على البروتينات. تعد الأسماك مصدر هام للبروتين الحيواني. الإنسان فيه يستمد بروتينات من خلال تغذيه على الأسماك. الفيتامينات، تحوي لحوم الأسماك فيتامين آ. شوف اللي عندي فيه فيتاميني آ ود، يفيدان في النمو. فيتامين آ له دور في النمو، أما فيتامين د له دور في إكساب العظم صلابته. ثلاثة، بالنسبة للأملاح المعدنية الموجودة عند الأسماك، تحتوي الأسماك أملاح الكالسيوم والفوسفور واليود. ونعرف كلاتنا اليود هو ضروري لعمل الغدة الدرقية. الكالسيوم له دور في تقوية الأسنان والعظام. انتهى الدرس بهالشكل هذا. وظيفتكم هي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما دور كل مما يأتي؟ الغلاصم، الكيس السباحي، والخط الجانبي. اثنين، أجب بصح أو خطأ. ألف، يتألف قلب السمكة من أربعة أجواف. ب، تتنفس الأسماك عن طريق الغلاصم. جيم، ليس للكبد علاقة بالوظيفة الهضمية. السؤال الثالث، فسر علميا ما يأتي يعني علل. جهاز ألف، جهاز دوران عند الأسماك من النمط المغلق. ب، الأسماك منفصلة الجنس. جيم، للتغذي على الأسماك دور هام في النمو وإكساب العظم صلابتهم.